يونس اصبح فيها بالقوانين البشرية وبعين البصر، هل ينجو احد من حوت وهو داخله؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. أتاري فيه مؤمنين لهم رصيد، وكل مؤمن له رصيد يسحب منه عند الحاجة، فلولا انه كان من المسبحين ها ماذا كانت النتيجة؟ للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ايه اللي خرجه من الحوت؟ ها؟ انه كان من المسبحين، صح ولا لا؟ انه كان من المسبحين، للبث في بطنه، فنبذناه بالعراء وهو مظلوم، وانبتنا عليه شجرة من يقطين، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. يبقى الضيق فرع الخير جه ايه؟ بعد. ادي الايه؟ ادي ثلاث اماكن، ادي الغار، ادي الكهف، سبحان الله العظيم، ادي الايه؟ بطن الحوت، سبحان الله. طيب اليم ده جند من جنود الله يقف بجوار فلان ويغرق فلان، طب اقذفيه في اليم. طب فرعون لم يقذفه احد في اليم، وانما لما دخل بفرسه ها عملوا ايه؟ التقموا اليم ولا لفظه اليم؟ لفظوا اليم بعد ما غرق بحكمة يعلمها الله، لانه لو غرق في اليم الاعلام الفرعوني كان يقول ايه؟ يقول ده هو بس راح يلتقي مع الاله الحاكم حتى يتقاسم معه الكون. اقول والله صحيح برضو منطق، والله صح صح كده. لا ده بيحكم العالم كالحكومات الخفية، ها برضو منطق. يقول لك لا هو بس خد راحة مننا شوية، اصله تعب من الايه؟ من المعركة. صح، لازم القائد يستريح. لكن ادي فرعون اللي بتعبدوه، وكذلك ها ننجيك ببدنك ها لتكون لمن خلفك آية. يجي العلماء الفرنسيين يقولوا الموميا دي، هذه المومياء ماتت بسفسكيا الخنق او الغرق، دي غرقت سبحان الله. ادي اليم اللي انقذ موسى هو اليم اللي ايه؟ اللي قالك فرعون. المطر اللي نزل في بدر ثبت الرمال من تحت اقدام المسلمين، زلق الارض من تحت اقدام الايه؟ الكافرين، والمطر واحد. طب ما تسيب الامر لله كله، ما دام الكلام في العقيده بهذا الشكل، ايه رايكم في الاتفاق الجميل ده؟ ايه رايكم كده؟ يعني الله يرحمك يا شيخ غزالي، قبل ان يموت بشهر قلت له فضيله الشيخ اعطيني وصيه. قال لي انا من 71 سنة سألت أبويا نفس السؤال وقال لي كلمتين أنا بلخهم لك، وأنا بعد كم 40 سنة في الدعوة أنا بلخهم لك. خلاص يا عم، عجبني الكلام. أبو الشيخ رحمة الله عليه كان راجل يعني بسيط، لا عارف دين ولا غيره. قال له محمد يا ولدي اتشعبط في السماء بإيديك وسيب رجليك في اي مكان. شفت الكلام؟ شوف الكلام الكبير. والله ده عايزه كتب. خليك مع الله، هو رب العباد سبحانه وتعالى. يا راجل يا طيب، ده انت لو خالك راجل محترم والله ابن اختك راجل ذو حيثيه وتتصل به. نعم يا خالي، والله يا ولدي عينيا دققتين يكون الموضوع ابن اختك، ومره يرد عليك ومره ما يردش عليك. الشيخ له قصه حكيت لكم زمان بس لطيفة. أبوه كان بقال، عارف البقال؟ ولا بقى السوبر ماركت قديم، المفهومة دي بقالة كانت تبيع شوية خبز شوية صابون شوية زيت شوية سكر، اسمها بقالة. هو المسجد مش فيه من بره بقالة ولا غيره، المهم يعني ابو الشيخ رحمه الله عليه يروح من محافظه اسمها البحيره يروح على الاسكندريه كمدينه كبيره. الكلام ده في الايه؟ في العشرينات، يعني 90 سنة 100 سنة، واخد بالك؟ ياخد المبلغ بتاع الاسبوع ويجيب البضاعه بتاعه الاسبوع كله كل جمعه بهذا المنطق، يغلق البقاله بتاعته في القريه، توكل على الله على الاسكندريه في القطار يجيب بضاعه الاسبوع ويرجع كل الاسبوع. ففي مره تتبعوه اللصوص، وزمان كان ربنا يبارك فيكم كان عندنا عملة كده اسمها 10 جنيه
كان طولها كده 50 سم، مش فيها بركة كده معلش بركة. وكان الجنيه المصري سبحان الله يعني لا إله إلا طبع على الجنيه الذهب قرشين ونصف القرش عشان يتساوى جنيه الذهب مع الجنيه المصري. المهم فتتبعوه اللصوص، هو نزل على المحطة في الإسكندرية وضع ايده في جيبه مفيش محفظة، فقعدت لا في ايامها لا محمول ولا منقول ولا مذكور ولا تليفونات ولا غير ولا اتصال ولا مين سبحان الله. فنظر الى السماء قال يا رب البضاعة الاسبوع هذا لن نشتريها، مش مشكلة مفيش مشكلة، والعيال وامهم الليلة هيباتوا من غير عشاء ده برضو مش مشكلة، بس انت هترجعني البحيرة ازاي؟ البحيره دي بلده يعني محافظته يعني، طب انا هترجع انا في ده في جيب غير هم المبلغ التاخر كيف ارجع البحيره؟ في حد هياخده مجانا؟ ما كانش يعرفوا ال ها اوتوستوب ومش اوتوستوب، وبعد ما تركب معاه تلاقيه يذبحك في الطريق ولا شيء. المهم يعني فالمهم اللص زمان كان فيه شيء من الايه يعني غير اللصوص الكبار كان عندهم شيء من الشيء. فتح المحفظة يبدو ما وجد فيها كده رماها، فيها الهوية بتاع الرجل بطاقته الشرعية، ففتح المحفظة من باب الأمل. هو جاب العشرة جنيه دي عاملها ايه طويها كده مطوية ومخبيها في جيب سري، فوضع ايده وجدها زي ما هي في مكانها. اللص من سرعته قلب في المحفظة رماها خلاص. فاول ما وجد العشرة جنيه راح بص للسماء كده قال طب ايدك ابوسها. هي طبعا يعني ما تاخدهاش بالنص احسن وبحذفها بكامل من التسجيل احسن هكذا قال الرجل. يعني ما البنت دخلت على رسول الله قال اين الله يا جارية؟ السماء. قال من اهل الجنة بس هندخل بقى نرد عليك يا رب الله يكرمك. فأحد الحكام أراد أن ينتقم ويذل أحد العلماء فدخله في موضوع التوحيد، أين ربك؟ قال له بالمرصاد. إن ربك إيه؟ طب ما تجيش عند دول المهم يعني إن جهنم كانت مرصادة، فجهنم ترصد أهلها تنتظرهم تنتظرهم لأنها عندها أعناق والعياذ بالله كأعناق البخت تلتقط أصحابها وبنيها كما يلتقط الطير الحب. والكلام ده تقريبا انت مش ليك هوية بيبقى فيها اسمك وزنك وتبتع عبارة عن شريحة صغيرة تدخل بها البوابات وتدخل بها البوابات وتروح بها اي مكان ويضعوها تجي متى ولدت ومتى تزوج جدك جدتك والدي ان ايه بتاع جد صح على الصراط هذا الموضوع موجود. إن على الصراط كلاليب كشوك السعدان. شوك السعدان ده شوك ينمو في جزيرة العرب تأكله الإبل. نقدر نلخصها بإيه؟ عارف الخطاف؟ عارف الثريا الكبيرة دي معلقة بإيه في السقف؟ ها؟ بخطاف. أنتوا تسموه إيه؟ خليه خطاف. خلاص؟ تعال حاجة معقوفة كده، تعال سبحان الله. خطاطيف كشوك السعدان. قالك الخطاطيف دي تشم رائحة صاحب الذنب المختص بها، ده مغتاب ده نمام ده قليل صلاة ده طاغية ده باغي ده عادي ده قاتل ده منحد ده سبحان الله وهكذا سبحان الله. فالمارون على الصراط ثلاثة، ناج اللهم اجعلنا منهم يا رب، ومخدوش يعني يعملوا شوية رعب كان ذنوبه صغيرة ولكن تاب سبحان الله، ومكردس. مكردس يعني ايه؟ يقع فيها والعياذ بالله. اللهم نجينا. فهذه جهنم والعياذ بالله مرصاد ترصد اهلها. زي بالضبط ايه؟ تجد مثلا مثال بسيط موجود في عائلاتنا، رجل وامرأة، الرجل لا يصلي والمرأة ترفض الحجاب الاثنين، وعندهم اخلاقيات عظيمة جدا، لا ينموا في حق الناس لا يغتابوا، لكن هل هذا يغنيهم ان الصلاة التي لم يصليها
والحجاب التي لم تحتجب زي بالضبط ايه رفضنا لبعض مواد الدراسة عند ابنائنا. يفصلوهم من المدارس، يفصلوهم من المدارس. لكن سبحان الله العظيم المؤمن يأخذ الدين كاملا، وتؤمنون بالكتاب كله. ايه اللي لعن بني اسرائيل؟ انهم امنوا ببعض الكتاب وايه؟ افتؤمنون ايه؟ وتكفرون، يعني يؤمن بصفحتين ويكفر في الصفحة الثالثة. لا، احنا نؤمن بالكتاب كله. وفي فرق بين اننا مذنب وعارف اننا مذنب، وبين مذنب واجادل انه ليس ذنبا. ولذلك انا اقول اللا مصلي واللا محجبة كلاهما متكبر على الله. يقول يا رب يعني هذا امر لا يجب ان يكون، لماذا لا تصلي يا فلان؟ يا الله يا شيخ ده انا لا قوة لا اله الا الله. فانت لن تجد الخير الا اذا طرقت البابين، باب هداية المعونة وباب هداية الدلالة كما قلنا في بداية الايه الدرس. ان جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا. المآب اللي هو الايه؟ المرجع. طب هم كانوا هنا؟ قال لا، ما هم سبقوا في الدنيا وعملوا لهم مكان قبل ان يأتوا اليه. وصاحب الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب، عمل له مكان في الجنة قبل ان يأتي اليه، فكانت جنته مآبا. فحي على جنات عدن فانها مساكنك الاولى وفيها المخيم. لان الجنة اللي سكن فيها ابونا ادم، وان كانت جنة الدنيا انت كان ما فيهاش اي مشاكل، هتعود اليها لانك غرست فيها الخير، تاب فيها ابوك ادم ونزل الى الارض مستغفرا له طاهرا نقيا من ذنبه. ما نزل ابونا ادم بذنبه، لا ما حصلش، ابونا ادم لم ينزل بذنبه، انما غفر الله فتاب عليه وهذا نزل وهو مغفور له. فنحن نعود الى الجنة اذا غرسنا فيها الغرس الذي يستقبلنا. والاخر يعني هو زي ما قلت لك قبل، الدنيا هي عبارة عن هذه البقالة الكبيرة التي تسميها انت السوبر ماركت، تضع في العربة تضع في العربة تضع في العربة، بس في الاخر ها تقف للايه؟ للحساب، تدفع، صح ولا لا؟ هكذا. فان جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة، يعودون اليه. يعودون اليه ازاي؟ ده ما كانوش فيها. لا، قال ما هو غارس فيها هذا، هو جهز لنفسه مكانا، جهز. قال من اقتطع من حق اخيه شبرا، واحد ظلم اخوه في شبر ارض، خد البيت الاوسع مترين وساب لاخوه الاضيق مترين، الطوق من سبع اراضين يوم القيامة في النار. يبقى هو في الدنيا بياخد جزء، بيجهز نفسه ايه؟ مكان، صح ولا لا؟ ربما يكون احدكما الحن في حجته من الاخر، يأتيني الخصمان منكم، يكون احدهما الحن، اوضح حجة، اقوى، محاميه ناصح، قدم مستندات قوية، فاقضي له من حق اخيه. وانا بشر، فليعلم انني ان اقتطعت له من حق اخيه شيئا فليعلم اني اقتطع له جزءا او شبرا من جهنم. الرسول بيعطيه بيده ها جزء. يبقى من الذي يعني من الذي طوق في هذه الارض الا انه هو الذي ايه؟ هو الذي قدم. سبحان علمت نفس ايه؟ ما قدمت واخرت. اللي قدمته ولا ايه اللي قدمته؟ الاعمال، الصلاة والزكاة. طب واللي اخرته؟ الاعمال الصالحة. وفي ناس اخرت ايه؟ اعمالا سيئة. واحد كتب كتاب بذيء، واحد عمل فيلم خليع، طب مات ولم يتب. كل ما الناس يشوفوا الفيلم كل ما هو العداد ايه؟ يا الله، يعني الرسول يحضنا ويحثنا على الصدقة الجارية ام على السيئة الجارية؟ يا الله، الصدقة الجارية لا حول ولا قوة الا بالله. ده عامل يعني يا بشرى لمن اذا مات ماتت معه ذنوبه، ويا بؤس من اذا مات لم تمت معه ذنوبه. زلت عالم يطلع بفتوى مصيبة، الناس هو يموت من هنا والناس تاخد الفتوى وهي في ميزان سيئات وتبقى مصيبة. طب واحد عمل خير، وذاك انا اغبط من في التاريخ من ضمن اللي اغبطهم يعني، وانا اقرأ كده اغبط سيدنا عمرو بن العاص
كل ما اشوف واحد مصري يصلي يصوم يحج يزكي يتصدق يعلم يتعلم اقول يا الله يا عمرو بن العاص، كل ده في ميزان من؟ من ادخل الاسلام في هذه الارض. ها ذاك واحد مرة في محاضرة واقف يقول لي من 20 سنة كده اصل عمرو بن، قلت له الا انت، اي مصري لا يتعدى على بالذات المصري بالذات دول جزم يا اخي، هذا سبب ايمانك سبحان الله، هذا سبب ايمان. فتخيل انت ده اللي عمل الصدقة الجارية، كل مصلي لا ينقص من اجورهم شيئا ابدا لا ينقص. ابو عبيدة بن الجراح قد راح على الشام سبحان الله العظيم، سيدنا سعد راح على العراق، عقبة بن نافع راح على افريقيا وشمال افريقيا، كل هؤلاء في ميزان حسن. فشوف هيجوا مثقلين ازاي. ولذلك اسلم على يد ابي بكر 5 من 10 المبشرين بالجنة. يبقى ابو بكر ده قصة، صح ولا لا؟ حكاية والله، حكاية ابو بكر والله. 5 من 10 هو اللي جابهم سبحان الله لأن يدخلوا في الإسلام. فتخيل الخمسة الكبار دول كل حسناتهم سبحان الله. ولذلك قال لي أن يهدي الله بك رجلا خير لك من الايه، من حمر النعم او من الدنيا وما فيها او من كذا وكذا سبحان الله، مما طلعت عليه الشمس. لان اللي تطلع عليه الشمس هيغيب ولا مش هيغيب؟ واحيانا ينغص بها، صح ولا لا؟ هو المال ده لون من الوان السعاده؟ من الذي قال؟ قد يكون لون من الوان السعاده، يكون من ركائز الحياه. لكن اهم شيء في شيء لا يشترى بالمال، في شيء وهي السعادة. اللهم أسعدنا بتقواك ولا تشقينا بمعاصيك يا رب العالمين. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. وقلنا من قبل الأحقاب إما أن تكون السنوات التي لا نهاية إيه؟ لا نهاية لها، كما قال الكريم لفتاه يوشع لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقب دينا نهم، أفضل ماشي إلى ما شاء الله إلى أن ألقى هذا الرجل. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قلنا إن البرد هو النوم، بنذكر بس بإيه بما سبق من إيه من تفسير البرد هو الإيه، هو النوم. ويقول تقول العرب البرد منعان البرد، شدة البرد منعته من الإيه من النوم سبحان الله. إلا حميما وغساقا والعياذ بالله. فسرنا الحميم وهو الماء المغلي، والغساق هو والعياذ بالله الصديد والقيح الذي يسيل من المعذبين، نسأل الله السلامة. جزاء وفاقا، يعني هذا كله جزاء وفاق السيئات التي طغوا بها. طب انت كنت بتنكد على خلق الله ليه؟ خذ مما زرعت. انت ادخلت النكد على الناس يدخل النكد عليه، دخلت الحسرة على الناس سبحان الله. ولذلك يعني الإسلام وضع الحلول سهلة، وإحنا صعبنا الحلول، إحنا صعبنا جعلنا الحلول صعبة، والإسلام وضع الحلول أبسط مما تتخيل سبحان الله العظيم، بسيطة جدا. إحنا اللي عقدنا المسائل بما نرى. نسأل الله أن يرزقنا فهما لكتابه وتطبيقا لسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم. جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وقلنا الرجاء هنا الخشية، لا يخشون حسابا، مش خايفين، مش خايفين. يقول له ليه يا فلان تعمل كده؟ يقول يعني هو أنا والعياذ بالله أنا لا أخاف من الله، أخاف منك أنت؟ لا حول ولا قوة. طب هذا، هل هذا كلام؟ زي بعض الأمهات المساكين ابنها يمرض والمرض يشتد والأم قلبها ملتاع، وقدامها الولد مريض تقول ايه يا رب خد اللي عنده هاتوا عندنا. طب وربنا القدر ان اللي ياخد اللي عنده لازم يحط عندك ولازم بيتكم يعني محل للإله ده؟ هو من باب العاطفة اللي في مش مكانها. اسأل الله العفو والعافية. اللهم اشفي يا رب العالمين، اللهم عافي يا رب العالمين سبحان الله. يبقى ولذلك انا قلت لك من قبل لما ابنك او انت يذهب الى الطبيب في مسألة خطيرة او قليلة تدعو ربنا 3 دعوات. اللهم وفق الطبيب للتشخيص السليم، لان تشخيص الغير سليم يبقى احنا ودينا الولد للايه؟ للمهلك، صح ولا لا؟ ووفقه
لوصف الدواء المناسب، ممكن دواء يجيب مصيبة، صح ولا لا؟ والأمر الثالث، ولا تنزع يا رب سر الشفاء من هذا الدواء. يبقى ثلاث حاجات ايه؟ اذا حصلت للمريض حصل الايه؟ الشفاء. الطبيب شخص صح، الدواء وصف تمام، سر الشفاء لم يسلبه رب العباد، خلاص يبقى وافقت ايه؟ الشفاء. هذه الحال، ما خلق الله داء الا وخلق له ايه؟ دواء، الا داء الهرم. وفي ناس بتناكد الهرم، بتعارض الهرم، ونحن مسلمين كل مرحلة لها ايه؟ لا احترامه. اما الشاعر المسكين الخيبان قال الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل الايه؟ المشيب. طب يعني سبحانك يا رب العباد. وشوف، لا تأمل في ان تعود الساعة الى الوراء، لا، كل عمر له مميزات، خلاص. ولا يعني ومكلف الاشياء غير طباعها، ومكلف الاشياء غير طباعها، متطلب في النار جذوة نار، في الماء جذوة نار. واحد بيكلف الامور غير طباعها، عايز يبحث عن شعلة نار داخل الايه؟ داخل المية. لما داخل الماء ما ينفعش، الماء ليس فيه نار، خلي بالك. فلا تتخيل، انت ألفت من زوجتك انها لا تجيد اظهار العاطفة او العكس، خلاص هذه طبيعة، لكن طيبة خلوقة واخدة بالها من الاولاد، خذ هذا الجانب، خلاص. الحرمة لما راحت مع زوجها البر وقعدوا كده بعد المغرب في لحظة رومانسية، فخطر ببالها، هي عمرها ما سمعت كلمة رومانسية، قالت اكيد الان يشوف القمر والجو الجميل ده هيقول لي كلمة طيبة. فهو بدأ يتكلم، قال لها ايش رأيك لو انا دفنتك الان في الرمل حد يشعر بيكي؟ ايه رومانسية دي؟ ايه رومانسية دي؟ ما شاء الله، شوف ده بيعبر عن ما في داخله، بس يعني اسمع. لا اله الا الله، اوعى الله يرضى عليك تروح البر من ورايا، الله يرضى عليك، لا لا، روح على بيتك على طول، من الدرس على البيت، بتوحد الله الا بالله. هو يعني اصل صعب جهنم ومرصاد، صعب يا اخواننا والله، سبحان الله، لا اله الا الله. جزاء وفاقا مما توافق مع عملهم، زي ما عمل اخذ، الجزاء من جنس العمل، خلاص كده، سبحان الله. طيب، انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذاب. طب ليه مش كذبا؟ قال ما هو كل ما الدعاة يذكروهم يكذبوا، كل ما العالم الفلاني يقول يكذب، كل ما الرجل يطلع الفضائي يقول يكذب، كل ما يفتح المصحف يقول مين اللي حصل، وهكذا يكذبوا في كل مرة، فصار عند الله ايه؟ مستمر في الايه؟ في الرفض، سبحانه. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. يا الله، هنا مكمن القضية، كل شيء أحصيناه كتابا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه، مقيد كل شيء، سبحان الله. يا ويلتى، أول ما يعرض عليه الكتاب، ما لهذا الكتاب؟ ها، قال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه؟ أحصاها ووجدوا ما عملوا في الدنيا، ها، حاضرة. وبعدين آخر الآية قال إيه؟ ولا يظلم ربك أحدا. يبقى مين اللي هيحاسب الإنسان؟ هو. كفى بنفسك اليوم عليك، يعني ازاي حاسب روحي؟ قال الاعمال بتاعتك صح ولا مش صح، دي اوراقك، دي مستنداتك، هل تكذب بها، دي سيئاتك، فانت مقر ومعترف لا اله الا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ملك الحسنات يكتب لنا خيرا وان نريح ملك السيئات. مش قلت لكم فكرة من قبل، ايش رايك لو ريحت ملك السيئات يوم؟ انت بتسرح كم يوم في الاسبوع؟ يوم او يومين، صح ولا لا؟ احيانا يعني في موظف ياخد يومين اجازه، وفي واحد ياخد ايه؟ يوم، وكل واحد له ايه؟ كل واحد له يوم، خلي بالك انت. طيب، ايه رايك تعطي ملك السيئات، ودي فكره جاتني الان، نعطي ملك السيئات يوم، نعطله ما يشتغلش يعني من ساعه ما تصحى لغايه ما تنام، لا انت مغتاب ولا نمام ولا عينك زيغه ولا تسمع عن شر ولا تاكل حرام، يعني اعمل يوم كده لوجه الله يوم. فلو تعودت انك ارحت ملك السيئات يوم على مدى شهرين ثلاثه، تقول ايه رايك الملك ده ملاك طاهر، تعب معايا سبحان الله
طوال العمر ده كله ملا بيكتب من سن 15 لغايه ما ايده يعيني سبحان الله، لو تكلى الملك لمات، لكن هو ربنا ما كتبش عليه الموت الا ايه يوم الصعق. خلي بالك، ايه رايك انا هخلي له اليوم يومين، ها، وبعدين ثلاثه، وبعدين خلينا نشغل بقى ملك الحسنات اللي كان واخد اجازه من 30 سنه، عايز اخليه يتعب شويه، يكتب صلوات وذكر وعمل خير ونفعة خير، قراءة قرآن وحضور مجالس علم وقيام ليل، الله ده نشغله. طب ايه رايك في الفكرة دي؟ صعبة؟ واضحة الإجابة ما شاء الله عليك، ده انت صعبان عليك تقول اه لا اله الا الله، لا اله الا الله، حول ولا قوة الا بالله. يعني والله فكرة طيبة. انا ايه رايك بكرة ان شاء الله، بكرة بإذن الله في الأيام ايه؟ ثلاثاء. رخل ليوم الثلاثاء بتاع بكره ده ان شاء الله اجازه مفتوحه باجر لملك السيئات، ياخد اجره من الله بس ما يكتبش عليها حاجه، والمفتاح عندك، المفتاح عندك، صح ولا لا؟ انه سبحان الله. ولذلك انا قلت لك من قبل، خلي الاولاد يعرفوا من الصغر امرين، امرين، ان يحبوا الحلال ويبغضوا الحرام، والامر الثاني يكون عندهم حس الادب في التعامل مع الناس، بس يحترم الكبير ويوقر ويوقره ويعطف على الصغير ويعرف العالم حقه ويبقى انسان كده يعني حسيس سبحان الله. لان ايه اللي بيتعب الناس؟ ان الاحساس ده غايب عندنا، الفضول قتلنا، يفضل يسالك لغايه ما يخليك تكذب. طب انت رايح المسجد لازم تسال المهندس بقى، تقول له ما شاء الله الساعة اللي في يدك دي جميلة، بارك الله فيك الله يرضى عنك، بس انت عينيك اللي جميلة، وعايز يصرف عينيه عن الساعة يا عين مسكين، قول له ودي هدية ولا يقول ربنا يبارك فيك، من رزق الله سبحانه، هو رخم ورزل وارذل، مين اعطاها لك؟ يخلي الرجل عيني يقول ايه بعد اسبوعين ثلاثة الرجل يكون نسي السؤال عن الساعة، قول الله هو لسه الساعة دي عندك؟ ما انكسرت ولا تعطلت؟ ما انا مع انها خبطتها عيني يعني كان من الواجب، انت صاحب الساعة تأتي ساعته، انت لسه عايز سبحان الله لا اله الا انت. فهذا الفضول لازم نعلم العيال من الصغر لا يسألوا. أم أنس الله يرضى عليه، أين كنت؟ كنت في أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ الولد عنده 11 سنة. ما كنت أفشي سر رسول الله. الله الله الله، شو هي معلمة على إيه؟ فربتت عليه، قالت يا بني تعلم هذا، هي عايزه تطلع عنه المعلومه، اياك ان تكشف يوما سرا لرسول الله. يا الله والله، واحد عزيز علي بدوي يعيش في الباديه هنا سبحان الله، وابويا مات وانا في بطن امي، فكانت امي تخليني وانا عندي 10 سنوات اروح صلاه العصر والمغرب واقعد مع الرجال الكبار عشان اتعلم كيف يتكلمون. قال لما ارجع وهي اميه تقول لي يا ولدي وانت خارج من المجلس ابقى ادفن كلام الرجال. يا سلام على التعليم، ادفن كلام الايه؟ يعني المجالس بالايه؟ بالامانه. شوف شو البدويه تعلمت من غير تعليم. عميما فقط امعاء، الامعاء استقر فيها الحرام طول حياته، اخذ الحرام بتاع اخواته بتاع الشركه والمؤسسه واستولى على اموال الناس بالزور والباطل، وسبحان لا اله الا انت سبحان، يده اكتسب فتشوى هذه اليد، الجلود لا اله الا الله تبدل غيرها. ليه؟ لانه كان احساسه احساس الخرتيت الذي لا يشعر، جلده اصبح سميكا سبحان الله. بهذا المنطق الانسان يتعايش مع كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا بقيه ايات هذه السورة إن للمتقين مفازا، هذا إن شاء الله موعد حديثنا عن الجنة وما فيها إن شاء الله رب العالمين. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم ارطب بنا فيما جرت به المقادير، أمن إخواننا في الشام والعراق واليمن ولبنان وفلسطين واليمن ومصر وليبيا وتونس وكل أرض الله يا أرحم الراحمين، أعد المغتربين إلى بلادهم آمنين مطمئنين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين حين أبناءنا زوجات صالحات، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وسلم يا رب تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا، وانا يعني سعيد بوجودكم واشكر لكم تعبكم وحضوركم وهذا من رغبتكم في العلم. جعلنا الله واياكم من المحبين للعلم واهله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.